مناضلو ومناضلات الحركة الوطنية للإنقاذ بالمملكة العربية السعودية احتشدوا كعادتهم للتعبير عن نضالهم السياسي ومساندتهم للرئيس المؤسس لحزب الحركة الوطنية للإنقاذ رئيس الجمهورية رأس الدولة رئيس الحكومة إدريس ديبي إتنو. هذا اللقاء الذي يعتبر مؤشرا للود المتقاسم بين أعضاء الحزب وأيضا التلاحم من أجل المصلحة العامة للتشاديين في الخارج والتي تعتبر في أولويات إيديولوجية الحركة الوطنية للإنقاذ ولاحترام مبادئ الحزب التي ترتكز على الديمقراطية، فقرر المناضلون التناوب على إدارة المكتب المسير للحزب بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية، وذلك بحضور الأمين العام النائب الثاني دكتور زكريا محمد صالح الذي نصب أعضاء المكتب الجديد برئاسة عمر موسى حسن ونائبته حواء سليمان ريشة الوطن، وأن تعيين الفريق الجديد تم بالتراضي بين جميع المناضلين والمناضلات. وبعيد مراسم التنصيب، فقد تحدث رئيس وفد الحركة الوطنية للإنقاذ الأمين العام النائب الثاني دكتور زكريا محمد صالح، حيث ذكر المناضلين بالأهداف السامية والنبيلة للحزب التي رسمها الرئيس المؤسس للحزب إدريس ديبي إتنو، وأهمها الوحدة الوطنية ونهضة تشاد، وهي أسباب أقنعت الشعب التشادي وكفل للحزب أن يحقق انتصارات متتالية أمام منافسيه في مختلف العمليات الانتخابية التي شهدتها الساحة السياسية وبسط نفوذه بكل ديمقراطية. نحن السعودية والشعب السعودية لها مقامة خاصة في دولة تشاد وخاصة في حزب الحركة الوطنية للإنقاذ وقائده السادة الأفراد. قبل 3 أيام التقيت مع الأغلبية الموجودون هنا وناقشت معكم بكل إخلاص، ناقشت معكم بكل جدية ودعوتكم للتكاتف وللتوحد وللتضامن حتى تكونوا يدا واحدة وقلبا واحد. هذه ليس سياسة سكرية فقط بل سياسة حزبكم وقائدكم إدريس ديبي إتنو. كما حثهم على الشعور بالفخر بقائد الأمة التشادية إدريس ديبي إتنو الذي أنقذ الشعب من قهر واضطهاد الدكتاتورية. ومن جانب آخر، أكد الدكتور زكريا محمد صالح أن الجمهورية الرابعة هي السبيل الأفضل لتحقيق التطلعات المشروعة للشعب التشادي. وسط فرحة عارمة للجالية التشادية بالمملكة العربية السعودية وخاصة مناضلي ومناضلات الحركة الوطنية للإنقاذ، تعهدوا باحترام اللوائح المسيرة للحزب وأكدوا جاهزيتهم للعمل الدؤوب لحشد المزيد من المناضلين من أجل التوصل إلى الأهداف المنشودة. وكما أسلفت في التقديم، معنا في الاستديو الدكتور زكريا محمد صالح النائب العام الثاني للحركة الوطنية للإنقاذ. أهلا بك للمرة الثانية. أهلا وسهلا بكم دكتور. قمتم بزيارة إلى المملكة العربية السعودية في الأيام الماضية والتقيتم بالجالية التشادية، فكيف وجدتم الأمور هناك؟ أولا أتقدم لكم بالشكر والتقدير للإخوة في الفضائية التشادية، الشباب الذين يغطون كل تحركاتنا وكل كنت في المملكة العربية السعودية، فالجالية هي أكبر جالية أظن موجودة في عندنا، جالية موجودة في الخارج منها المملكة العربية السعودية والسودان وبعض الدول، ولكن الجالية في السعودية لها مكانة خاصة ولها أمور خاصة، ولهذا أنا أنتهز هذه الفرصة أتقدم بالطلب إلى بعض الوزارات خاصة وزارة الخارجية والتعاون الدولي، خلي تقوم وتسخر العلاقة بيننا وبين دولة خادم الحرمين الشريفين. الجالية تواجه بعض المضايقات، الجالية نقل الإقامات الآن بقى له صعوبة، دفع الغرامات هناك الآن السكن بقى صعب، عندنا جالية كبيرة، ولهذا نحن بناء على العلاقة اللي عندنا بيننا وبين المملكة العربية السعودية نطالب الخليل وزارة الخارجية تأخذ وفد كبير وتناقش الجانب السعودي للتخفيف من أعباء والمشاكل التي يعاني منها الجالية التشادية. هذا من جانب. أناشد أيضا وزارة التربية والتعليم النظر للمدرسة الوحيدة في الخارج، المملكة العربية السعودية لديها الآن الجالية لديها مدرسة في منطقة جدة، هذه المدرسة ربما هناك 1000 طالب أو أكثر أو أقل، هذه الجالية المدرسة التربية والتعليم خليها تراقب هذه المدرسة عن قريب، تشوف تربية أبنائنا كيف المنهج اللي بيقولوه ما هو، تكون لها مجلس آباء طلبة يدير هذه، ترسل مدرسين باللغتين الرسميتين هي اللغة العربية واللغة الفرنسية. سنرجع إلى هذه أو إلى هذا السؤال بالتحديد. سؤالنا في البداية قلنا كيف وجدتم الأمور هناك، يعني كيف وجدتم الأمور السياسية أو المكتب السياسي هناك، هل وجدتم
ومكتب يعني المقيمين على المكتب متفقين ويعملون على ترقية المكتب وليست لديهم أي مشاكل؟ في بعض المشاكل التي حصلت في المكتب، وكان كتبوا لنا المناضلين أكثر من مرة، أكثر من 20 رسالة استلمناها كل شيء، ودائرين الأخ الأمين العام اللي كان الماضي استمر 22 سنة راسهم، وطلبوا تغيير الأمين العام ونائبة فقط. لما كتبوا لنا نحن كتبوا لنا أكثر من مرة، أمر الأمين العام محمد زين بدأ بتسفير المملكة العربية لتغيير الأخ الأمين العام، وجلسناهم كلهم وسمعنا آراء كل الموجودين أعضاء المكتب، وهو المكتب أكبر مكتب عندنا الآن، هو المكتب المملكة العربية مكون أكثر من 70 شخص. ولما سمعنا كلامهم الأغلبية أكثر من 80 شخص طالبوا بالتغيير، والشيء اللي طبعا أعطونا الحرية لأن نختار، واخترنا لهم الأخ عمر الملقب بعمر البلال، اخترنا لهم أمين عام، والأغلبية وافقت، والبعض في البعض ما وافق. الأخ الأمين النائب وافق، قال نحن قعدنا كثير علينا ننسحب، ولكن الأخ الأمين للأسف الشديد هو الوحيد لم يوافق بهذا الشيء، وهذا حالة الزمن الإنسان، هذا يجي وهذا يمشي. جميل، أشرتم إلى مسألة الإقامات. نعم، مسألة الإقامات أصبحت الشغل الشاغل للجالية هناك، فهل أجريتم بصفتكم أمين عام ثاني للحركة الوطنية لإنقاذ، أجريتم اتصالات لازمة لإيجاد حلول؟ نحن سألنا الجالية، بعض من أفراد الجالية، ما هي المسائل التي تعانوها، وذكروا لنا المشاكل الآن تعاني في السعودية، والآن نحن نطلب من وزارة الخارجية تدخل، الكلام هذا قلته، تدخل مع الجانب السعودي في هذا المجال بالذات، في لأن في دول كثيرة الآن بعد الإجراءات الأخيرة الطلبات المملكة من الجالية والناس رحلت عندها مكانات، نحن أيضا نطلب من وزارة الخارجية تكوين لجنة للتباحث في أوضاع الجالية التشريعية الموجودة في المملكة العربية السعودية، لأن هناك ناس مواليد في المملكة العربية السعودية وما بيقدروا لهم فجأة يجوا إلى البلد بهذا الشكل. ولهذا وأيضا طالبنا من وزارة الأراضي، وكتبنا طلب منها المكتب التنفيذي، وطالبنا بإعطاء قطعة أرض للجالية الجالية في المملكة العربية السعودية، أي واحد يبني ربما ما يحصل فيه مثل ما حصل في أفريقيا الوسطى أو الجوم الليبيا وهكذا. كذلك أشرتم إلى مسألة المدرسة التشادية بجدة، هي أيضا تؤدي دورها في تعليم أبناء الجالية التشادية المقيمة هناك، إلا أنها أيضا تواجه بعض الإشكاليات. هناك المدرسة أصبحت الآن المدرسة، يجب لوزارة التربية والتعليم أن ترأي هذا المكان، لأن التعليم هذا شيء مهم. الطلاب يشيلوا الشهادة الثانوية، وين يمشوا ما معروف، هذا من جانب. فأنا بطالب وزارة التربية والتعليم، في ما بعرف في أي دولة عندنا مدرسة، ولكن في السعودية بعرف عندنا مدرسة الآن عندنا 1000 طالب موجودين كل سنة، والمدرسة الوحيدة حتى بعد إخواننا السودانيين كان الآن بدرسوا فوق في فترة ما، أصبحت المدرسة زي الناس اللي بيستفيد من وراها. ولذا وزارة التعليم خلي تضع الجانب الأكاديمي الصحيح في هذه المدرسة وتراقبها عن قريب، وتطلب من الجانب السعودي مساعدة الطلاب الذين يتخرجوا في بعض المنح الدراسية. نحن ما محتاجين نمشي نقرأ الشريعة الإسلامية، العم تشاد نفتخر بذلك، ولكننا دائرين يسمح للطلاب في الطب، في الهندسة، في الكيمياء، في الأحياء، ونستفيد من العلاقة الموجودة بيناتنا. نحن جزء من العالم الإسلامي والعربي، تشاد الدولة الوحيدة اللغة العربية لغة رسمية في الدولة، تشاد الدولة الوحيدة 80% من المسلمين، تشاد تناشد الدول الخليج. نحن كحزب خلي تقف معنا في دعم ومساندة الجالية الموجودة في المملكة. طيب، أنت أو أنتم بصفتكم نائب الأمين العام لحزب الحركة الوطنية للإنقاذ، نصبتم الأمين العام الفرعي الجديد لحزب الحركة الوطنية للإنقاذ بالمملكة العربية السعودية، إلا أن هذا التنصيب أثار ردود أفعال كثيرة. بالفعل، هو أصلا الناس التي نحن لا نحاسب من يكتب في الواتساب. أنا درست قرأت كل ما كتبوه، كلهم 5 أشخاص هم اللي بكتبوا الآن في شبكة التواصل الاجتماعي. إنت المكتب التنفيذي، أن مدامة هنا فيه مكتب تنفيذي واختار الشخص هطه، الإنسان المناضل الحقيقي عليه أن يحترم قوانين ولوائح الحزب الماشي فوقه. الحركة الوطنية للإنقاذ الرفيق إدريس الديبي أسسها بمجموعة بسيطة، وصل الآن كل تشاد من شرقها وإلى غربها وإلى جميلها، ما فيه إلا درفوهنا المملكة العربية السعودية موجودة. نحن كنا في مصر لقينا ام بي اس موجوده، كنا في تونس، كنا في ام بي اس موجوده في كل مكان. لكن الانسان اذا كان انا زكريا الان طلعوني فقط نطلب من اخواني يكتبوا في شبكه التواصل الاجتماعي، هذا بحد ذاته نحن ما محتاجين للتوحد، للتضامن، للتعاقي، للتسامح، لكل شيء. انسان 22 سنه وبعدين اخوانه يقوموا يكتبوا في شبكه التواصل الاجتماعي، هذا خطا، ونحن
ما مرد في الناس الذين تكتب خلوهم يكتبوا، ولكن الأغلبية هي اللي اختارت، ليس نحن كمكتب اخترنا. طيب، لأول مرة يتم اختيار امرأة في منصب الأمين العام النائب الأول المتمثلة في حواء سليمان الملقبة بريشة الوطن، ما المعايير أو لماذا هذا الاختيار؟ نحن صراحة أنا بقول لك بكل شرف، الطالب البنات النساء في السعودية ثروة هائلة للبلد، فخر واعتزاز للبلد، وأنت شاهدت عبر الفضائيات في العالم، شاركوا في معرض الكتاب من المملكة العربية السعودية، شاركوا في قنوات فضائية، الآن استضافوهم، ولما اخترنا هذه البنت بناء على مواصفات كاملة، ده من جانب. الجانب الثاني توجيهات رئيس الجمهورية واضحة أن من هنا قدام في الجمهورية الرابعة الكل بمستواه بمقدرته، ليس هناك فرق بين المرأة والرجل، ليس هنا في العمل بالذات، نحن اخترناها لأنها عارفين ومتأكدين لأنها تقوم بالدور فعال ودور، بعدين ما شيء عادية، كانت شاعرة وكانت رسامة وكانت تلعب دور الآن وبتدرس في المدرسة، فهم المفروض يفتخروا ناس السعودية ويعتزوا بهذه البنات ويدعموهم، البنات الذين رفعوا دولتنا في العالم العربي وفي السعودية الآن عندهم دور قيمات به. فنحن نحيي الفكرة الذي جاء بها رئيس الجمهورية أن تكون المرأة تلعب دورها، كل الشباب يلعبوا دورهم في الحزب، والحزب الحركة مفتوحة أبوابها للكل ليس لحد معين. يعني يأتي هذا الاختيار بناء على رضا تقريبا الكل؟ لا، هو أنا الاختيار جاء اختيار، أنا اخترت هذا الخرم، تركوا لي المجال، لما قلت لهم اختاروا قالوا ما اختار، فتركوا لي المجال، فأنا لما تركوا لي المجال لقيت الأخ الأمين العام، أنا غيرت اثنين فقط، الأمين العام هو اللي كل الناس معيدنا، الأغلبية الموجودين معيدنا من 70 41 معيدنا، ولما قل لهم بختار اخترت، قل لهم بختار لو سواء موافقت مرأة ورجل، قالوا أي شيء موافقين عليه، واخترت لهم هذه البيت لأنها متعلمة وحضرت في الاجتماع وكانت لعبة دور رسمي وأم عائلة ومدرسة معهم، والآن هي قايمة في شبكة بتلعب دور رئيسي، فنحن هذا هو الهدف وليس هدفه. طيب سعادة الدكتور، كلمة أخيرة. كلمة أخيرة، أنا بحيي الشباب الذين أسسوا مواقع للحركة الوطنية للإنقاذ، منهم لجنة التنسيق للحركة الوطنية للإنقاذ الآن قايمين بدور فعال، وMPS حول العالم، مجموعة جروب MPS حول العالم، هذول شباب مثقفين الآن موجودين، استطاعوا في هذه الشبكة أن يربطوا في الولايات المتحدة الأمريكية، في ليبيا، في فرنسا، كل هذه الشبكة بتدافع عن الحزب، وأنا بحييهم باسم الحزب وباسم البريزان فندادير، بقول لهم سوروا ولا تخافوا، وطالبوا بأنهم سيندمجوا تحت الحزب، ونحن من هذه اللحظة هذه المواقع نعتبرها مواقع مدافع عن الحزب في كل مواقع شبكة التواصل الاجتماعي، لأنها بتدافع عن الحزب، بتدافع عن سياسة رئيس الجمهورية، بتراقبنا أينما كنا، وهدول الشباب كلهم مثقفين بنات ولاد، فأحييهم وأقدم لهم التحية وأقول لهم سوروا أن الجمهورية الرابعة جمهوريتكم، وحزب الحركة الوطنية للإنقاذ حزبكم، ليس حزب لزكريا، إدريس ديبي الوحيد الأسس هذا الحزب، دفع فوق ثمن وجاب لهم، وأقول لهم إلى الأمام لا تخافوا شيئا، ونحن إن شاء الله سنراقبكم عن بعيدا قريبا، ونكون معكم في السراء وفي الضراء إن شاء الله. دكتور زكريا محمد صالح النائب العام النائب الثاني للحركة الوطنية للإنقاذ، شكرا لتلبيتكم للدعوة. لكم الشكر والتقدير لهذه الدعوة، ونحن جاهزين في أي لحظة إن شاء الله. شكرا جزيلا.